السفينة المحطمة، حكاية من التراث الإيطالي. قبل العديد العديد من السنين، أبحرت سفينة ركاب من ميناء ليفربول متجهة إلى جزيرة مالطا القريبة من إيطاليا. لقد كانت السفينة مليئة بالركاب، ومن بين الركاب كانت هناك بنت صغيرة تدعى جوليتا. هذه هي المرة الأولى التي تسافر فيها جوليتا وحدها. لقد كانت البنت الصغيرة جوليتا تعيش عند خالتها في لندن، وها هي الآن تعود إلى أمها التي تعيش في إيطاليا. لم تكن جوليتا مرتاحة لسفرها بمفردها، كانت تراودها فكرة بأن هذه الرحلة سوف تأتي عليها وعلى أمها. لماذا لا تنظرين إلى الأمام كبقية الناس؟ آسفة، كنت أنظر إلى طائر النورس. يا له من رجل خشن. أين قلادتي؟ أنت وجدت قلادتي؟ إنها كل ما أملك. شكرا لك، ولكن لا ينبغي أن تفعل ذلك. أنا آسفة، إلى اللقاء. في ذلك اليوم كانت بعض السحب تعلو في السماء، وبالرغم من ذلك أبحرت السفينة وفق الجدول المرسوم لها. وبعد قليل من إقلاع السفينة أخذ الجو في التغيير إلى الأسوأ، وبدأ البحر في الهياج. المكان هنا غير آمن، لماذا لا تذهب إلى غرفتك؟ خذي، يمكنك الاحتفاظ بها. شكرا لك. هكذا إذن، أنت مثلي تماما، أنت أيضا تسافر لوحدك مثلي أنا. أنا جوليتا وعمري 13 عاما، وأنت؟ أنا ماريو 12. 12؟ إذا أنا أكبر منك بكثير. ويمكن أن أكون أختك الكبيرة، والآن أطمئن، سأهتم بك. لا تنزعج أرجوك. أرجوكم استمعوا إلي جميعا. لسوء الحظ لقد ساءت الأحوال الجوية فجأة وأصبح البحر هائجا، ولكن لا داعي للخوف ما دمنا جميعا مؤمنين بالله. ما هذا؟ لابد من وجود شخص بيننا لم يشكر الله على نعمه. يا رب ساعدنا. ماريو، أنت لماذا لم تتوجه إلى الخالق بالشكر على رعايته لنا؟ لقد كنت جائعا، نعم، ولم أطق الانتظار، لا داعي للشكر. دعوني وشأن، لا داعي للشكر إذا كنت جائعا، دعوني. ماريو، ماريو، كيف تقول كلاما كهذا؟ دعيني. ماريو، استمع إلي جيدا، أنا هنا معك وحيدة أيضا، وليس لي أحد، ولكن هناك من ينتظرني، أمي وأخوتي. هل تعلم كم أنا مشتاقة لرؤية أمي؟ وأنت ماذا بشأنك؟ من سيستقبلك هناك؟ أخبرني. الشرطة سوف يستقبلونني هنا.
لقد فقدت عائلتي ولم يعد لي أحد في إيطاليا سوى الشرطة. أنا وحيد، وربما سوف يرسلونني إلى بيت الأيتام. نعم، إن ماريو الآن يتيم الأبوين. لقد هاجر والداه إلى إنجلترا للعمل في مناجمها الفحمية، وهناك توفيا وتركاه وحيدا، لذا فقد أرسله البوليس إلى مسقط رأسه إيطاليا. والدي المسكين، ماذا بشأنه؟ لقد توفي داخل منجم الفحم المظلم. المنجم ينهار، اهرموا قبل أن يغلق المنفذ، اهرموا بسرعة، اهرموا. يا إلهي، لقد دفنوا أحياء. ماريو، والدك معهم. والدي، 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 والدي. ماريو كفى، إن والدك تحت الأرض. نعم، لا فائدة من ذلك. لا لا، سوف يعيش. يا إلهي، أرجوك أنقذه، أرجوك يا رب أنقذ والدي، أرجوك أرجوك. أنت تعلم أنني كنت دائما طيبا مع الآخرين، أساعد المحتاجين. أنت تعلم أيضا بأنني لن أكذب أبدا. يا رب أرجوك أنقذ والدي، أرجوك أرجوك أرجوك. لقد كانت أياما عصيبة، وهكذا بقيت وحيدا لم يرعني أو يعتني بي أحد، لذا لم أعد أشكر أحدا على أي شيء. تفكيرك خاطئ يا ماريو. نعم، يجب عليك أن تشكر الخالق. أنت تفعلين ذلك يا عزيزتي لأنك تملكين كل شيء. أنا ظروفي تختلف كثيرا. ماريو، يا إلهي، ماريو، ماريو. جولييتا، هل أنت بخير؟ عزيزتي جولييتا، على صدرك دم. يا إلهي، لا بأس. يا إلهي، يا إلهي، السفينة، عينوني. أسرعوا جميعا، أسرعوا إلى قارب النجاة، هيا بسرعة، أسرعوا. يا إلهي، ماذا؟ هل سأموت؟ لا، لا أريد أن أموت. لا لا، أمي أمي أمي. انظروا، ما زال هنالك أشخاص آخرون. تعالوا إلى هنا. الصغير فقط، الصغير فقط، يقولون الصغير فقط. هيا هيا يا ماريو، اقفز أنت، الراكب الصغير فقط. هيا يا ماريو، أنا أختك الكبير وأنت أخي الصغير. اقفز يا ماريو، أرجوك، هيا بسرعة، أنقذ نفسك. هيا يا ماريو، كن شجاعا. لا لا يا جولييتا، لا، أنت تنتظرك عائلتك، أما أنا فيتيم وليس هناك من ينتظرني، سأكون وحيدا. لا يا جولييتا، اذهبي، اذهبي أنت، اذهبي يا جولييتا، اذهبي يا جولييتا. ليس لدي مكان هنا، أما عندك يا أرحم الراحمين.
أيوجد أبي؟ أرجوك خذني إلى أبي، خذني إلى أبي يا رب، أرجوك.